مرحبا شباب. بعد ما أخذنا البيت والبيت وأخذنا نظام 20 ونظام 80 ونظام الثنائي، وقلنا النظام الثنائي اللي هو نظام تتعامل ب الحاسبة بشكل عام، اللي تتعامل به وهو الصفر والواحد، اللي سميناه ثنائي لأنه تستخدم رقمين وهما الصفر والواحد. احنا سميناه 20 نظامنا، احنا سمينا 20 نستخدم 10 أرقام من الصفر إلى 9، لهذا سمينا نظام 20 وما إلى ذلك. الآن الحاسوب الشخصي اللي هو البيرسونال كمبيوتر، وهو أنه يتوفر حاسوب الشخص طبعا، وهو بي سي اللي اختصارا لبيرسونال كمبيوتر بأنواع. هذا قد يكون حاسوب مكتب ديسكتوب اللي هو هذا اللي احنا بكيس وبشاشة، وقد يكون لابتوب يعني اللي نستخدمه. طبعا هذا الحاسوب الشخصي لازم تتوفر بمواصفات، هاي المواصفات تكون يعني متوافقة ويا التطبيقات. يعني يكون أنا أجيب حاسبة، هاي الحاسبة من أجيب بيها يعني هاي الحاسبة من أجيب بيها برنامج وورد 2003 يكون شغلية. مو أجيب له وورد 2003 يقول لي ها لا أنا نظامي قديم والنظام حديث وهذا نظام قديم الوورد فما اقدر اشغله. فلازم عندي يعني هاي الحاسوب الشخصي، يعني قد في بعض الاحيان يفترض انه يصير توافق ما بين تطبيقات مثلا وورد، مايكروسوفت اوفيس، الباوربوينت، الاكسل والى اخره، الالعاب غيرها البلكتروني. وخلي يعني اجهزه الحاسوب على اتصال بالشبكه، يعني شبكه الانترنت وغيرها وما الى ذلك. يعني فيفترض انه هذا الحاسوب يعني ان تكون مالته البرامج او تطبيقاته تتوافق ويا امكانيات هذا الحاسوب من ناحية الويندوز مالته، يكون ويندوز ولا مية التطبيقات والبرامج اللي منزلنا عليه الى اخره. فيفترض ان تكون هي شي حالة عندنا. زين، هنا بالنسبة لنا يمكن ان نستخدم الحاسوب الشخصي قلنا بالمنزل بالدوائر الحكومية. زين، واكيد احنا من نستخدم الحاسوب الشخصي شو راح نستخدم وياه؟ هذا يتطلب الاشتراك بين الاجهزة المادية، نستخدم وياه طابعة، نستخدم وياه سكانر، نستخدم وياه كاميرا، نستخدم وياه هذين الكاميرا والطابعة والسكانر وغيرها من الادوات الملحقة بالحاسوب. شو نسميها؟ وين الحاسوب شو نسميها؟ نسميها بلاتفورم. شو نسميها؟ نسميها بلات فورم. لان الحاسوب ويا ويا الاجهزه هاي الالكترونيه الحقه بيه من طابع او سكانر وما ادري شنو وغيرها، نسميها كلها هذه المنصه نسميها بلات فورم. كل الحاسوب ويا ذن الاجهزه اللي ملحقه بيه نسميها منصه بلات فورم. هي منصه الحاسوب. طبعا منصه الحاسوب هو انه يصير دمج ما بين حاسوب والمعدات، دمج ما بين حاسوب وايش والمعدات نظام التشغيل. زين، الاسر دمج ما بين حاسوب ومعدات التشغيل. زين، فان الدمج بين معدات الحاسوب ونظام التشغيل هذا نسميه منصة. يعني الدمج من بين المعدات والحاسوب، يا اما انا اقول لك الدمج بين معدات الحاسوب والحاسوب نفسه هذا نسميها بلاتفورم، او اقول لك الدمج ما بين معدات الحاسوب ونظام التشغيل. نظام التشغيل وين؟ بالحاسوب. اذا بالحاسوب يعني بالنهاية رجعنا معدات الحاسوب والحاسوب، واللي تعمل قلنا على تسهيل مهمة العمل بينهم خلال عمل التوافق. هي تسهل لي مهمة العمل من خلال التوافق بين من؟ بين المعالج اللي جوا موجود بالمذر بورد باللوحة الأم، بين المعالج ونظام التشغيل. لازم عندي يصير توافق، يساعدني كمبابلتي توافق ما بين المعالج اللي موجود داخل الحاسوب وما بين نظام التشغيل اللي يشتغل على الحاسوب. قد يكون نظام تشغيل لينكس، او قد يكون ويندوز، او قد يكون ماكنتوش، او قد يكون يعني قد يكون
في اي اي ام دي وهكذا. فنظام المايكروسوفت ويندوز يعمل على معالج انتل بين قوسين اللي هو بانتيوم او معالج الاي ام دي او الفيا او معالج الفيا. والنقطة الثانية اللي هي الماكنتوش يعمل نظام الحاسبة بالماكنتوش اللي هي طبعا نظام الاي او اس شركة ابل والمعالج مالته انتل باشكاله الانتل باشكاله. ونظام اللينكس يعمل على معالج الانتل. زين احنا لازم يكون عندنا من المهم ان عند اختيار نوع المنصة، لان المنصة اللي هي معدات سكانر وطابعة والحاسوب، لازم عند اختيار نوع المنصة التوافق بين المنصة، توافق بين المنصة مع البرامج القديمة، توافق بين المنصة مع يعني المنصة مع البرامج القديمة. يعني احنا لما نجيب حاسوب وهذا الحاسوب مرتبط بمعدات وبأجهزة سكنر طابعة غيرها، لازم يعني يكون هذا يعني النظام الموجود بالحاسوب يتقبل للبرامج القديمة وما يرفض ليها، حتى شنو يصير عندي كمبابلتي توافق. ليش؟ لأن إذا رفضها قد ما يعني ما أو مثلا عندي حاسبة قديمة أو عندي طابعة قديمة أريد أرفع على حاسبة جديدة، ما ياخذها ما يتعرف عليه، يقول لك قديم ما تعرف. فضرورة أن يكون هناك شنو يعني توفر قدرة على التلائم مع المشغلات والأجهزة الملحقة، قدرة على التلائم والتوافق مع الأجهزة الملحقية اللي هي الطابعة السكانر اللي هي الطرفية نفسها، طابعة الماسحة الضوئية مع مراعاة الحداثة في مجال الحاسوب مستقبلا. زين إذا احنا من المهم عند اختيار نوع المنصة التوافق بين المنصة اللي هي قلنا الحاسوب ومعداته مع البرامج القديمة، ضروري ان عند ان تختار مع المنصة انه يكون توافق ما بين المنصة وما بين البرامج القديمة، وتوفر القدرة على التلائم ما بين الشغلات اللي قلنا عليها مع والأجهزة الملحقية. طبعا هاي ويندوز اكس بي، ويندوز ماكنتوش، ويندوز 7، لينكس الى اخره، العوامل اللي تيجي بمراعاتها عندما نشتري حاسوب. يعني بشكل عام انا من اريد اشتري حاسبه ما لازم شنو؟ لازم يكون عندي رؤية. مثلا أنا أريد أشتري حاسبة على مود أسوي مشروع التخرج، يعني أنت بس تطبع لي مشروع التخرج وتاخذ صور وتلصق وترتب وكذا. يعني أنا لما أريد لي حاسبة بهاي المواصفات البسيطة، ليش أشتري حاسبة ضخمة اي 7 اي 9 أو اي 10 وهكذا، كور اي 7 كور اي 9 كور اي 10. اشتري حاسبة جدا بسيطة بإمكانيات جدا عادية، حتى وهي إضافة إلى سعرها راح يرخص، وبنفس الوقت أنا مكمل شغلي. ليش اشتري حاسبة ضخمة بالتالي تصير مهدورة؟ يعني تشتري مثلا جيجا الهارد واحد 2 تيرا بايت مثلا، الهارد هذا الخزن، اشتري السرعة فد 20 جيجا بايت وهكذا، ثلاث او خمس او 10 جيجا بايت وهكذا. هاي الامكانيات انت ما تستخدم حاسبه في هاي امكانياتك، بالتالي هاي الامكانيات وهاي الـ يعني ال 20 وال 10 وال 500 ميجا وال 2 تيرا بايت هاي ضخمه جدا. تيرا بايت يعني 1000 جيجا، يعني 1000 جيجا يعني 10 يعني 10 مياي 10 يعني 900 ميجا 900 جيجا، لا 800 جيجا ولا 900، انما 1000 جيجا التيرا. حاسبتك راح اخليها 2000 جيجا وايد، واضافه لانه هاي الامكانيات وهاي المواصفات راح تغلي من سعر الحاسبه. زين بالتالي انت ما تحتاج هاي الامكانيات، تحتاج بس تطبع عليها وتسوي وترتب وخلاص، بالتالي هم سعرها راح ينزل اذا تشتري مواصفات اقل. فاحنا لازم عندما نشتري حاسبه لازم ننتبه ونراعي انه احتياجنا لها. اذا انت تلعب مثلا بوبجي او تلعب بهاي الامكانيات، نحتاج لا حاسبه ضخمه ونحتاج شاشه والكارت الشاشه لازم يكون قوي واشتري وهكذا، بالتالي راح تغلى. زين وهكذا من هاي الامور اللي يجب انه من تشتري حاسبه لازم تراعي عوامل. مثلا ذاك اليوم احد الاصدقاء او احد زملائكم انه قال لي انا عندي حاسبه، جد او عم اشترى لي حاسبه،
ما يتنصب عليها. عندنا برنامج بالفيجوال بيسك ما يتنصب عليها بالحاسبة مالتهم. ف قلت له شو ليش ما تنصب؟ قال لي عليها، طلعت الحاسبة طاني مواصفات، طلع حاسبة ضخمة يعني امكانياتها، واي 7 وكذا، والرام هالقد، وهاي هالقد، والانتل وغيرها. فاذا هيك حاسبة احنا يعني، قلت لهم يعني احنا الحاسبة بسيط بسيطة حتى نشتغل عليها. فالقصد عادة احنا نشتري حاسبة بامكانيات عالية جدا، في حين احنا ما نحتاجها بهال يعني بهالامكانيات العالية جدا، نحتاجها على قد احتياجنا. مثلا ابو التجاره التاجر كذا يحتاج لحاسبه الراماتها قوي والسرعه مالتها، ابو الانترنت يحتاجها سريعه ويحتاج والمعالج قوي وهكذا. فاحنا لازم العمولة تجي مرات عند شراء الحاسوب، عند نختم حاسبه نحدد الوظائف المطلوبه، لازم نحدد الوظائف والميزانيه الماليه المخصصه لذلك. بعدها يمكن ان نقرر مواصفات الحاسوب مع الاخذ بالاعتبار ان الحواسيب متكامله بمكوناتها وغيرها. تكوين فكرة إذن وتوفير خدمات بعد البيع وكالآتي. شلون الراعي يجي مراعاتها عند شراء الحاسوب؟ كالآتي: تكوين فكرة مسبقة، تسوي فكرة على الاطلاع على الأنواع المتوفرة في الأسواق المحلية مع إمكان تصفح المواقع الإلكترونية بالإنترنت حتى تطلع على الحواسيب ومواصفاتها وغيرها. هاي نقطة. النقطة الثانية: تحديد ثمن الشراء. إذا عندك فلوس مثلا، ايش قد عندك؟ عندك مثلا 200 شراء حاسوب عادي، عندك 500، عندك 600 ألف، تعرف على أسعار الحواسيب تبع مواصفاتها ونوع الحاسوب والمواد الشرائية، وهذا ممكن من خلال التجارب المختصة ببيع الأجهزة الإلكترونية وغيرها. 3. الغرض من الحاسوب. شنو الغرض من شراء؟ تقرر هذه الميزة نوع مواصفات الحاسوب. أنت إذا اشتريتها لغرض الألعاب راح تشتري كارت شاشة ضخم إمكانياتها قوية، بالتالي راح تغلى حاسوبك. إذا اشتريتها بس تطبع بيها وترتب بيها شغلك راح تقل سعرها، وبالتالي غرض الحاسوب راح يكون مو قوي بسيط، وبالتالي راح تشتري حاسوب سهل وبسيط وهكذا. نوع العمل: العمل مالتك على الحاسوب قد يكون رسومات، قد يكون صوت فيديو، هذا يحتاجوها جماعة مهندسي الصوت، يحتاجون حاسوب بإمكانيات معينة، أو الجرافيكس الرسومات اللي هم جماعة الهندسة المعمارية وحتى الهندسة المدنية قد يحتاجون الجرافيكس الرسومات او الرسامات اللي هي عباره عن طابعات ضخمه كبيره تطبع لخرائط المدن وغيرها، او خرائط منطقه معينه. فهذا يحتاج الى مقدار مناسب من ذاكره الوصول العشوائي، وبالتالي هذا المقدار المناسب هو غالي قد يكون من ذاكره الوصول العشوائي. المهام الحسابيه ايضا: بحث قواعد البيانات. 3. لغرض الترفيه، تطلب شاشه للنعرض وبطاقه شاشه تناسب وسرعه وحداثه الالعاب، الاتصالات يحتاج خدمه الانترنت وبطاقه الاتصال وهكذا. الأجهزة الملحقية اللي هي طابع الماسح الضوئي اللي هي الأيدنتيفاينج بريفيرلز، تحديد البرامج المثبتة مسبقا التي نريد استخدامها. إذا هذه من العوامل اللي تساعدنا بين تحديد شراء الحاسوب: تحديد البرامج المثبتة مسبقا التي نريد استخدامها لإدارة الحاسوب والنظام ويندوز وبرامج، واستخدام البرنامج لمكافحة الفيروسات. 5. اختيار مدة الضمان اللي بعد ما تشتري الحاسبة مالتك. إذا يطول فيها ضمان، إحنا ما عندنا هاي اختيار مدة الضمان. تشتري حاسبة يطول فيها 3 أيام، 4، 5، شهر، ويقول لك روح فيها ضمان مالتك. المميزات الرئيسية للحاسب الشخصي شنو هي؟ المميزات الرئيسية للحاسب الشخصي: نظام التشغيل، كثير من الناس يفضلون ويندوز. ليش؟ لأنه يتوالى على يفضلون ويندوز على نظم تشغيل أخرى مثل ماكنتوش اللي هي مال أبل، كما ان الاخرين يختارون هذا النظام لان الكثير من النظام طبعا الويندوز، لان كثير من تطبيقات والالعاب ترهم عليه. لديهم في اجهزه الحاسوب تكون متوافقه تماما مع ملفات وبرامج الويندوز، فضلا عن وجود خيارات من عده اصدارات الى اخره، يعني ويندوز اكس بي، ويندوز كذا. الهوم بريمام اصدار ويندوز 7 لماذا مستخدمين حاسوب بيبوت، بالرغم من ان نظام اكثر تكلفه لكنه ذات مظهر انيق اكثر وامن اكثر من الفيروسات وبرامج التجسس، واصدرت ابل النسخه الاحدث الى اخره. المعالج يعرف ويعرف ايضا بالسي بي يو، المعالج طبعا وهو بمثابه العقل، واللي قلنا هو المعالج العقل. لذلك يصبح المعالج الذكي المتوسط او العليا لضمان عمر اطول للحاسوب وسرعه كبيره، وان لم تكن الحاجه لها تطوير الحاسوب مع زياده التطبيقات الحديثه، وهكذا من الامكانيات اللي يجب ان تتوفر بالبيرسونال كمبيوتر. طبعا احنا الذاكره العشوائيه اللي ايضا لازم تراعيها من تشتري الحاسوب الشخصي،
ينصح بأن لا تقرأ الذاكرة إجمالية. طبعا عادة الذاكرة العشوائية قلنا لكم شو عنا بيها. الذاكرة العشوائية هي رام مثل المساطر هسه نشوفها بالرسم الرسمي عندنا. هي يعني هي عبارة لازم احنا عادة هي لا تقل عن 2 جيجا بايت. هسه بتنزل على حاسبة وخر وخر شريط منها تلقاها 2 جيجا، تقرأ عليها الذاكرة تلقاها 2 جيجا بايت، لازم ما يقل عن 2 جيجا بايت، وحاليا توفر 8 جيجا بايت. يقول بالاسواق، بالاسواق حاليا فعلا يتوفر 8 جيجا بايت بان الرام. هاي قديمه 2 جيجا بايت، حاليا 8 جيجا بايت صار. ويفضل تركيب قطعتين، طبعا لازم الرام يكون مو قطعه واحده، انما يفضل قطعتين واحده فوق الثانيه في حال عدم دعم المعالج تقنيه التقنيات الثنائيه. يتم محاسنها للحصول على سرعه التردد. زين. وان بدها تكون ذاكره من نوع دي دي ار، يعني هذا الرام لازم 2 جيجا او 8 جيجا. ولازم تكون الذاكرة من النوع DDR، الذاكرة مال الرام لازم تكون من النوع DDR بتردد سرعة تشغيل 400 ميجا هرتز. أو أما بالنسبة لمعالجة البانتيوم فإنه من الأفضل اقتناء ذاكرة من نوع شنو؟ DDR شنو؟ 2، لا تقل سرعته عن 167. شوف هذا سرعته أكثر من سرعة ال 400 ميجا هرتز. هسه 167 أما تشغيل الألعاب وتطبيقات بقوة أكبر من نوعية دي دي ار 3 فما هي أقوى وأسرع استجابة. القرص الصليب طبعا مع تطور صناعة الأقراص طبعا وانخفاض ثمنها ينصح باقتناء الساعة الأعلى. طبعا أكيد إحنا قرص صليب محتاج تخزين بصور فيديوهات، عندك مناسبة عندك شيء تخزنها بهذا القرص الصليب، لأن حاجة المستخدم هي التي تحدد سعة تخزينه. أنت قد حاجتك ما تحتاج قرص هارد ديسك قرص صليب اسدات سعة ضخمة، انما ثلج بسيط لهذا السبب انت تحدد هذه السعة التخزينية. وتعد شركة سيجيت وهيتاشي هي من اشهر مصنعي الاقراص الصلبة. يعني اذا ردت تشتري قرص صلب لازم تشتري من نوع سيجيت او هيتاشي من افضل مصنعي هاي الشركات، من افضل تصنيع مصنعي الاقراص الصلبة عالميا. وكمان ينصح باقتناء قرص صلب يعمل بتقنية تسجيل الـ ITA. لا تقل سعة الذاكرة المخبئية كاش ميموري اللي هي 8 ميجا بايت، سعة التخزين اللي هي ستورج كاباسيتي عن 200 جيجا بايت. يفضل تركيب قرصين منفصلين لكل من واحد منهما. يفضل تركيب طبعا اكيد قرصين منفصلين لكل واحد منهما بسعة 120، حتى تصعدنا السعة الإجمالية 240. السبب هذا ليش احنا نركب قرصين واحد 120 120 240 بالنهاية؟ السبب هذا اختيار إتاحة ربطها بعضها البعض وتشغيلها على اساس تقنيه مصفوفه الاقراص. زين هنا وهي التقنيه تدعمها معظم لوحات الام، علما ان سعه الاقراص الحديثه تتوفر. قد تكون سعه الاقراص الصليبه 500 750 جيجا 500 ميجا 1 تيرا بايت، او بسرعه دوران في الدقيقه الواحدة 7200 ريفولوشن بير مينت كل دورة بالدقيقة. ودعم للناقل اللي هو السيرال اي تي اي اللي هو الناقل شنو هو هذا الكيبل اللي ينقل البيانات بقدر نقل بيانات في الثانية الواحدة 3 جيجا بايت لكل ثانية. يعني احنا بما نقيس سرعة المحرك اللي سرعة السيارة كيلو بايت كيلو بايت كيلو 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 متر بالساعة، يعني احنا كيلو متر بالساعة ايش قد هاي نقيس سرعة السيارة، ايش قد نقيس سرعة نقل البيانات بالبايت الثانية، يعني بايت الثانية او جيجا بايت الثانية، وهذا 3 جيجا بايت الثانية. يعني احنا اذا مشينا مسافة معينة قد تكون يعني تتطلب هاي المسافة تتطلب ساعتين، وانت حسبت لك وقت مشيت من المسافة حسبت لك وقت خلال ساعة وصلت. اجى ثاني مشى بالسياره مالته خلال ساعتين وصل، يا هل اسرع ابو الساعه اسرع. اذا من قعدنا نحسب وقت احنا قبل قعدنا نحسب له وقت، اذا جت السرعه مع الان. ولهذا السبب انا سالتك لك منو الاسرع، هو مشى مسافه وهذا مشى مسافه، اثنين مصور نفس المكان لكن هذا وصل بساعه وذاك وصل بساعتين، فابو الساعه هو اسرع. ليش قلنا اسرع؟ لانه صار السرعه. ليش صار السرعه سمينا سريع، هذا سمينا سريع؟ لان هذا المسافة المشاهد بوقت أقل وذاك المسافة المشاهد بوقت أطول. يعني هذا المسافة الأولاني اللي مشي بمسافة أقل
اللي بوقت اقل، مشاها اللي المسافة تتطلب ساعتين مشاها بساعة، هذا سريع لان المسافة كلها وحسبنا له وقت خلال ساعة وصل، والثاني حسبنا له وقت خلال ساعتين وصل. من الاسرع؟ الاسرع الاول اللي هو منه ابو الساعة. فالمسافة لهذا ان السرعة مالتنا عبارة عن مسافة على الزمن. نفس الشيء هنا عندنا البايت لكل ثانية، البايت بالثانية او البايت لكل ثانية نحسب بها سرعة البيانات المنقولة. وذكر مخبئيق انه 6 ميجا بايت. والفائدة من تركيب هذا مثل هذا النوع من الاقراص بسرعة سرعة نقل البيانات يعني قوي جدا. هذا هو الهارد ديسك، وهذا هو شكل القرص الصلب، وهذا طبعا اللي هو الباطن اللي هو هارد ديسك، اقول اكسترنال هارد ديسك خارجي، خلينا نقول اكسترنال يو اس بي مدري شنو 750 جيجا بايت، هذا اكسترنال هارد ديسك قرص خارجي. طبعا ان شاء الله احنا نكمل اذا اردنا مثلا بالمواضيع القادمه على على الشاشه ومواصفات الشاشه. ننتهي ان شاء الله بهذا الموضوع من هذا الدرس، نتكلم عن موضوع الشاشه والمونيتور بالدرس اللاحق. مع السلامه.